مستمر دفقنا مشاهدينا المباشر والحي على شاشة قناة الشروق لأولى المساحات والتقارير الحية الصيد، ومن ثم نتابع صباح الشروق برفقتكم مشاهدينا. عين القول حقدك يا رضيع، ما كفى ما كفى على ما. هكذا يبدأ أهل السواحل والبحار أشجانهم وأشواقهم وأمنياتهم التي غالبا ما تتبدد مع قساوة الأيام وطرق السنوات العجاف في مراكب العمرة التي هدها المد والجزرة، لتبدأ رحلة الصيد من قارب خشبي تجمع له الأموال ليرمى في البحر. غير أن المطالب على القارب الجديد ربما يكون فاتحة مطالب أخرى لصيانة عاديات الزمان والأمواج، لترهق أصحاب تلك القوارب بالصيانة الدورية، عادة ما تعرف بالمراشمة والقلفطة، حتى تبحر تلك القوارب بسلام. ماشي بتتهادى يا زيني كالعادة، صبرك يا أبو محيا نظرة بعون الله. عون الله ورعايته هو ما يعلق عليه الصيادون شباك الحظ ولقمة العيش الكريم، فبين فتحات تلك الشباك وأحجامها وأشكالها وأطوالها تكمن متعة الانتظار لأسماك هي الأخرى تعلمت أسلوب المراوغة والحيلة. ذكريات البحر وأشواقه تنسي الصيادين ولو لزمن قصير معاناة الوحدة والليالي الشتاء الباردة، يستدفئون بعمق المفردة وأسلوبها المميز في غناء يتناسب وانسياب الماء على البحر. على البحر ما فايدة في منام الليلة حلة سارية. هذا الإيقاع تحكمه ظروف المهنة والتجوال وانسيابية الأمواج بين العلو والانخفاض، لتنسجم سمفونية الغناء صعودا وهبوطا، وليأخذ الغناء والموسيقى لونا وطعما مختلفا. يعشق أهل البحر الأحمر أسماك الشعاب المرجانية التي تتميز بالألوان الجذابة والطعم المميز والقيمة الغذائية العالية، خاصة وأنها تضحى على الطبيعة. فرقة السماكة التي يعود تأسيسها إلى محمد عبد الله الشرقي اتخذت لنفسها لونية ومكانة دخلت قلوب الناس، ومع مساهماتها المحدودة على مستوى التمثيل الخارجي فإنها ما زالت تطرب أجيال الساحل والبحر بأعمال قلما توصف بها أنها متميزة.